بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الكيمياء العضوية Organic Chemistry، وهناخد الأكسدة Oxidation، وهنبدأ بأكسدة الألكينز Oxidation of Alkenes. أول طريقة هناخدها لأكسدة الألكينز هي باستخدام Dilute Potassium Manganate. يبقى أول طريقة with Cold Dilute Potassium Manganate Solution. المنجنيت ده very good oxidizing agent، وهو بيقدر يحول الالكينز لدايولز، ويقدر يحولها لمركبات اخرى على حسب reaction conditions بتاعتنا. فاول طريقة ان احنا هنستخدم cold dilute مخفف، تمام، potassium manganate solution. فلو خدنا مثال، كلنا عارفين الالكينز يعني كربون كربون دبل بوند، ممكن يكون على كل كربون فيه 2 اتش او في سبستيتيوشن. فلو خدنا مثال لسيس الكين، يعني هنلاقي ان عندنا 2 جروبس 2 سبستيتيوتد جروبس على 2 كربونز، والتو جروبس دول من جهه واحده من نفس الجهه، هنسميه سيس لانهم من نفس الجهه، سيس الكين، تمام. هنفعله مع المنجنيت، ادي الام ان والاو، تمام. هتبتدي الدبل بوند تفتح، تبتدي الاكسجين، تبتدي الاكسجين ترتبط بكربونه من الكربونتين بتوعنا، تمام، وتبتدي الكربونه الثانيه ترتبط بالاكسجين الاخرى. طبعا الروابط هنا بتبتدي تكسر. المنجنيت هنا بدأنا بيه تكافؤ سباعي، تمام، حوالي 2 4 6 7 من البونز. هبتدي يتكون لنا، ادي الكربون كربون، وادي الهيدروجينة اللي عليها من الاول، والار كمان هنا، الار والاتش، ابتدت ترتبط هنا بالاكسجين، وهنا كمان، تمام. فكون لنا سايكليك منجنيت استر. طبعا حصل ريدكشن للمنجنيت هنا، حوالي 2 4 5 من الروابط، تمام. طبعا احنا قلنا دايليوت، ففي عندنا مية في التفاعل، تبتدي المية تدخل، تبتدي الاكسجين هنا ترتبط بالهيدروجين، الرابطة تتكسر، بعدين الـ OH ترتبط بالإمان، ويبتدي يتكون لنا ادي الكربون كربون، وادي الـ H R OH، وهنا الـ R H O M N O O O H، وده اسمه acyclic، لأنه يعني أصبح مفتوح، acyclic manganate ester، تمام. تبتدي المية تدخل مرة كمان بنفس الفكرة، تبتدي الأكسجين ترتبط بالهيدروجينة دي، والرابطة دي تتكسر، وال OH ترتبط بالام ان، ينتج لنا الديول، ادي الكربون كربون، وادي الاو اتش او اتش، وادي الاتش الاصليه والار، والاتش الاصليه والار. فكون لنا هنا سيس 1 2 جلايكول. جلايكول هي نفسها ديول، يعني مركب عليه 2 من الاو اتشز، تمام. لما يكون الـ OH والـ OH على كربونتين متجاورتين فبنسميه vicinal، vicinal ديول، تمام. الميكانيزم بتاعت التفاعل concerted يعني متزامنة، sin يعني من نفس الجهة، addition
إضافة، لأن احنا طبعا أضفنا 2 من الـ OH. تمام. طبعا هنا الناتج بعض المحاضرين هيقولك إن هو سيس جلايكول، لكن أنت كأورجانيك كيمست عارف إن مفيش حاجة في الأورجانيك كيمستري 100%، لكن ده ميجور برودكت. تمام، ده ميجور برودكت إنه يطلع الناتج سيس. تمام. كذلك لو كنا بدأنا التفاعل بترانس الكين، يعني بدل ما المجموعتين الار دول كانوا في اتجاه واحد خليناهم في اتجاهين مختلفين، فالميجور برودكت بتاعك هيكون ايضا سيس جلايكول. تمام، لان ال 2 او اتشز هيبتدوا يتضافوا من نفس الجهة، لأن الميكانيزم ثابتة سين اديشن، يعني من نفس الجهة، إضافة من نفس الجهة. تمام، فالميجور برودكت بتاعك برضو هيكون سيس 1 و 2 جلايكول، وطبعا نفس الخطوات بتكسر بيها. الأول بتكون السايكليك منجنيت إستر، وبعد كده تبتدي تكسره بالمية بنفس الميكانيزم المرسومة. تمام، يبقى أول حاجة خدناها في أكسدة الألكين هي إنك تقدر تحول الألكين لديول، تمام، باستخدام المنجنيت، والكونديشنز بتاعتك تكون نيوترال أو تكون بيزك كونديشنز. ازاي هتحول الكونديشنز لبيزك؟ هتضيف فقط صوديوم كربونيت سوليوشن. طبعا انت عارف ان البوتاسيوم منجنيت لونه بيربل بنفسجي، فانت هتضيف شويه من الصوديوم كربونيت سوليوشن. صوديوم كربونيت Na2CO3 اول ما هيدخل على التفاعل هيتفاعل مع المايه الموجوده ويبتدي يتفكك لكربونيك اسيد مع صوديوم هيدروكسيد، وصوديوم هيدروكسيد دي هتكون مصدر للاو اتشز اللي هتبتدي تدخل في التفاعل بنفس الطريقه بنفس الميكانيزم اللي كتبناها من شويه. يبقى انت عندك 2 من الرياكشن كونديشنز تقدر تحصل بيهم على الديولز من الالكين، هو انك تستخدم المنجنيت يا اما في كولد دايليوت سوليوشن او في بيزك ميديوم. تمام، وقلنا ان بتقدر تحول الالكين لديول. طبعا كلنا عارفين الايثين هو اصغر الكين موجود CH2CH2، فبنقدر نحوله لإيثيلين جلايكول، يعني ضفنا 2 من الـ OH's على الكربونتين الموجودين عندنا. تمام، وطبعا في الالكالين ميديوم بيكون نفس الميكانيزم اللي كانت في نيوترال. بعدين ان شاء الله هنتكلم عن لو كان الميديوم أسيدك ازاي هيتصرف المنجنيت، وان مش هينتج ديول عندنا، وهنشوف هينتج ايه ان شاء الله. الطريقة التانية اللي نقدر برضو نحصل بيها على الديول من الالكين ان احنا هنستخدم اوزميوم تيتروكسايد. تمام، والميكانيزم بتاعته مشابهة جدا للميكانيزم بتاعة المنجنيت. الاوزميوم تيتروكسايد OSO4. تمام، وده reagent for dihydroxylation of alkenes. dihydroxylation هي اسم اخر للحصول على الديول، داي يعني 2 وهيدروكسيليشن يعني OH. يبقى لما تعمل dihydroxylation للالكين فانت بتحصل على الديول. تمام، ميزة الاوزميوم تيتروكسايد ان هو very selective للالكين ويحولها لديول، very selective ليها، ما بيعملش كده مع الالكين. الميكانيزم بتاعته مشابهة تماما للمنجنيت اللي احنا لسه واخدينها، برضو هي كمان concerted ميكانيزم. مشكلة الاوزميوم تيتروكسايد ان هو توكسيك سام، وان هو expensive شوية، فاحنا عشان نعمل recycle له اثناء التفاعل بنستخدم امين اوكسايد زي ما هنشوف دلوقتي. فلو خدنا مثال، عندي الالكين بتاعنا كربون دبل بوند كربون،
و ادي ار و اتش و ار و اتش، هنفعلها مع الاوزميوم تتروكسايد تمام. الاوزميوم هنا ثماني تمام، تبتدي الدبل بوند تفتح والكربون ترتبط بالاكسجين والرابطه تتكسر بنفس ميكانيزم مشابه تماما للي احنا كنا لسه واخدينه على المنجنيت تمام، وابتدي يتكون سايكليك استر. فادي الكربون مع الكربون والار والاتش والار والاتش، وادي الاكسجين فده يبقى سايكليك اوزميت استر، والاوزميوم هنا هيكون 2 4 6 تمام. وتبتدي تدخل الميه والاكسجين ترتبط في الهيدروجين، الرابطه تتكسر بنفس الشكل اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. ادي اول او اتش أو ده acyclic osmate ester. تبتدي تدخل مية مرة كمان بنفس الطريقة، ادي الكربون كربون وادي ال R وال H والار والاتش، وتكون لنا الديول وتكون لنا اوزميك اسيد. وده ما يقدرش يعمل اوكسيديشن للالكين، فعشان نعمله ريسايكل ونحوله تاني للاوزميوم تتروكسايد بنستخدم امين اوكسيد. فادي امين اوكسيد، ادي 3 من الار، 3 جروبس ان او، دي طبعا نيجاتيف تشارج بوزيتيف تشارج، وادي الاوزميوم تمام، وادي كمان امين اوكسيد. وتبتدي ال O تسحب الهيدروجين من الأوزميك أسيد ويتكون لنا الأوزميوم تتروكسيد مرة تانية، اللي يقدر يدخل التفاعل مرة تانية ويعمل أكسدة للألكين ويحولها لديول تمام. طيب لو حبينا ان احنا نحول الالكين بتاعنا، ادي الكربون دبل بوند كربون تمام، نحوله لايبوكسايد. ايبوكسايد يبقى فيه اكسجينة هترتبط بالاتنين كربونز اللي كان عليهم الدبل بوند. هنستخدم ايه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.